أصحاب المعالي والسعادة الوزراء الموقرين، الأخوة والأخوات الأعزاء أعضاء المجلس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني في مستهل الجلسة الأولى لمجلس الشورى في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس أن أرحب بكم جميعا أجمل ترحيب، وأن أرفع أسمى آيات التحية والعرفان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأسمى آيات الشكر والتقدير وجزيل الامتنان والعرفان على تفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس إيذانا بانطلاق مرحلة جديدة في مسيرة العمل التشريعي والوطني، معربين عن الفخر والاعتزاز الكبيرين بدعم واهتمام جلالة الملك المعظم ومساندته الملكية المشهودة للسلطة التشريعية التي تشكل ركيزة راسخة ورافضا للعطاء في أداء المسؤوليات والمهام التشريعية التي تدعم أسس ومبادئ الديمقراطية في دولة المؤسسات والقانون. ويطيب لي أن أتقدم بالشكر والثناء الجزيل إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتشريف سموه حفل افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، تأكيدا لعمق التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. أخواني وأخواتي، إننا في هذا اليوم الوطني نجدد العهد والولاء للقيادة الحكيمة، ونؤكد المضي على النهج السامي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، لنواصل أداء الأمانة الوطنية في الحفاظ على المكتسبات والمنجزات التي تحصدها مملكة البحرين بعزيمة شعبها وإرادة أبنائها ضمن فريق البحرين، متخذين ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين أسسا وقواعد ثابتة في البناء على ما تحقق في المسيرة التشريعية، وبذل المزيد من الجهود مع إخواننا أعضاء مجلس النواب لاستدامة تطوير وتحديث منظومة القوانين والتشريعات. الأخوة والأخوات الأعزاء، ويشرفنا في هذا المقام أن نشيد بما تضمنه الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم في حفل افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، معربين عن بالغ التقدير والثناء على ما حمله الخطاب من معان سامية ورؤى ملكية ثاقبة نحو مستقبل مشرق قوامه العمل الديمقراطي الراسخ واحترام حقوق الإنسان والتمسك بالثوابت الوطنية والمبادئ والقيم الحضارية التي نهضت عليها مملكة البحرين، والتأكيد على دولة القانون والمؤسسات والاعتزاز بقضائنا المستقل. وكما تعلمون فإن الخطاب السامي يعد خارطة طريق لنا في مجلس الشورى نسترشد به جميعا لتحقيق كل النجاحات والإنجازات التشريعية، وهذا ما نؤكد عليه جميعا لإيماننا المطلق بأننا ننعم بقيادة حكيمة تحرص دائما على تحقيق الأمن والرخاء والازدهار والاستقرار لهذه الأرض الطيبة ولمن يعيش عليها، وإننا نفخر بالإشادة الملكية والثناء على الممارسات البرلمانية والتشريعية التي يقوم بها مجلسا الشورى والنواب، ونقدر عاليا توجيهات جلالة الملك المعظم في خطابه السامي
بدراسة وإقرار مجموعة من التشريعات ذات الأهمية الكبيرة، معاهدين جلالته على حفظه الله ورعاه بأن نرعى حقوق ومصالح الوطن الغالي من خلال عملنا التشريعي الذي يترجم تطلعات القيادة الحكيمة ويدعم توجهات جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، ويؤكد السعي الحثيث والتكاتف المتواصل للعمل على تعزيز منجزاتنا الوطنية، ويفتح الآفاق لمسارات التنمية والازدهار في المجالات كافة. أخواني وأخواتي أعضاء مجلس الشورى، أشد على أيديكم جميعا للعمل وبذل المزيد من العطاء لخدمة الوطن الغالي وقيادته الحكيمة وشعبه الكريم. أن يحفظ جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد الأمين ويسدد على طريق الخير خطاكم.